زيادة من هذا، الله تبارك وتعالى يقول عند ذلك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، هذه الحياة أحبابي في الله. الله تبارك وتعالى يقول لنا رضاه طول الأبد. For my dear brother, for this, this is a small world, this is a small life, this is a small life. We have to spend according to the commandment of Allah and tariqah of Rasulullah. ولذلك أحبابي في الله، إيش ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا؟ كيف نقوم على أمره في حياتنا؟ على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقوم بعبادتنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك الله يرضى عنا. First thing has to be the yakin which has to be correct. The creator is Allah, the doer is Allah, the sustainer is Allah, the seer is Allah, the master is Allah, the lord is Allah. This has to be firm belief in Allah. أول شيء أحبابي في الله نجتهد على هذا اليقين، كيف يدخل هذا اليقين على الله سبحانه وتعالى، على ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، كيف نتيقن على الله سبحانه وتعالى أنه هو الفعال الحقيقي في هذه الدنيا والآخرة. Whatever we see is what Allah wants to do, it is being done today. What has been done in the past is what Allah wanted to do. What will happen in the future? Only what Allah wants to do. الشيء الذي مضى من ما مضى في هذا الوجود هذا كان من إرادة الله تبارك وتعالى، والشيء الذي وقع اليوم كذلك من إرادة الله تبارك وتعالى، والشيء الذي يأتي في المستقبل هذا كله بإرادة الله تبارك وتعالى، لا يتحرك ساكن إلا بأمر الله تبارك وتعالى. Without the commandment of Allah. Raindrop doesn't fall without the commandment of Allah. The breath we take in cannot come out without the irada of Allah. Today, we sometimes, well, all the time, discuss about dunya. He did this, so this happened. They did this, so this happened. The big country did this, so the small country this happened. The rich man did this, so the poor man, this happened. No, my dear brother, this is all wrong. This is what Allah wanted. Ma sha Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata. Allahu Akbar. فالإنسان هو يتأثر من المخلوق لأن يرى المخلوقات تتحرك حوله. ولكن أحبابي في الله، لأن الناس يتكلمون، يعني الشخص فعل كذا فصار كذا، الدولة فعلت كذا فصار كذا، فالمخلوقات التي تتحرك أمامنا نحن شيء فشيء ربما يأتي هذا اليقين في قلوبنا أنهم يعملون أنهم يفعلون بإرادتهم، ولكن هذا كله ليس صحيح. هذا كله ليس صحيح. الصح أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال.